في هذا الموضوع ديال النهوض بوضعية المرأة فاهتداء بالتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله شغلات الحكومة شغلات الحكومة بواحد طريقة مكثفة أولا في إطار الالتقائية ما بين جميع القطاعات الحكومية وأيضا في إطار مقاربة تشاركية مع جميع مكونات المجتمع من أحزاب من مؤسسات دستورية من مجتمع مدني من قطاع خاص اللي صراحة كان خلال هذا يعني كان واحد كانت واحد ديناميه كبيره جدا خاصه بعد الخطاب الملكي السامي ديال عيد العرش 2022 ف فاشتغلت الحكومه اشتغلنا جميعا لرصد هذه المقترحات اللي اللي متواجده حاليا ونضمنا يعني سواء عن طريق طريق لقاءات مباشرة بحل المناظرة الوطنية للمرأة والأسرة ورهان التنمية أو عن طريق كل ما تم نشره أو إصداره أو توصلنا به كقطاع له الاختصاص في مجال يعني المرأة فخرجنا بواحد التصور اللي عنده أولا خدا هذا التصور بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد يعني أفق 2035 خدينا بعين الاعتبار أيضا التزامات بلادنا فيما يخص الالتزامات الدوليه خاصه اهداف التنميه المستدامه الهدف الخامس اللي هو ديال المسامات اهداف التنميه المستدامه 2030 وطبعا التزامات البرنامج الحكومي يعني في افق 2026 خاصه فيما يخص التمكين الاقتصادي فاذا هذا اخذنا بعين الاعتبار هذا الشيء خرجنا باطار استراتيجي في افق 2035 للمرحله الاولى ديالو في ثلاثه المراحل المرحله الاولى ديالو هي الخطه الحكوميه الثالثه 2023 2026 فاذا هذه الخطه الحكوميه الثالثه جات باش تجاوب على واحد العدد من الرهانات وجابت عدد من المقترحات فالرهانات اولا رهان التنميه هو رهان مهم جدا لاننا من تنعرف نشوفه بان نسبه النشاط الاقتصادي للنساء هي 20 في المئة وحاليا يعني 19.8% في ف يعني الدراسات اللي قامت بها عدد من المؤسسات بينات بان بلادنا كتخسر تقريبا ما بين 5% و 9% من الناتج الداخلي الخام يعني ما بين 60 مليار حتى ل 100 مليار ديال الدرهم كنخسروها بسبب عدم مشاركه المراه في التنميه يعني هذا شيء مهم جدا ان نفهمه فاذا رهان التنميه فاحنا كنعرفوا ظروف صعبه وتكلموا عليها الزملاء الوزراء فاحنا ماشي في ماشي في سقطنا كما تيقولوا المغاربه باش نضيعوا هذه الفرصه بالعكس خصنا نستغلو هاد هاد الفرصه ديال ان عندنا نساء اكفاء اللي عندهم تكوينات باش يشاركوا في التنميه وتنفيذ التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله اللي دعا الجميع للمشاركه الكامله للمراه في جميع مجالات التنميه